أنا تدري وش عندي؟ أنا عندي 3 كروت، إن رديتني في كرت يعني نزلت لك كرتين ولعبت فيك. وش عندكم؟ أقدر أضرك. هاتها هاتها. لا هذا عندنا هذا إحام السلام. إيش فيها؟ يرد الهات هذه. ها؟ وعندنا لا ينوشك. لا يحوشك هذه. لا يحوشك. لا يحوشك سجن. وعندنا كرت أحمر. حلو، إحنا عندنا كرتين حمر. وعندنا حمامة سلام. لا يحوشك ذي تردي ولا لا؟ لا يحوشك تسجن 2 يوم كامل. طيب وكرت أحمر؟ كرت أحمر تطرد 2. يعني أنا أعلم مثلا فهمتي فهمتي. عندنا الحين 4 طرد، نقدر نطرد 2 في المسرح 2 في الحركة، فهم؟ وعندنا حمامة سلام تصد بس. حتى بعد نقدر نضرك. هات هالمصيبة. ها؟ بس حنا حتى نقدر نضرك. كلم فريق. أنزل لك مثلا كرت أحمر ونزل لك السجن. اعتبر أبعدت اللي مسجونين أبعدتهم أنا من المنافسة، والكرت أحمر أبعدتهم. كلم فريق. مسجن ما يصلح. اسمع. السجن 24 ساعة. أنا عني فريقي بكلمه أقول لا تقربون عمر فريق الخصم، لا تقربونه. خلاص. وأنت فريق قلت لا تقربون فيصل. أبشر. هاي شوف. هاي لا نسجن ولا. أنا أول من أضحي بعمر. أبو علي. لا بجيك بطلب قلك يا أنس. نتفق اتفاق. بطلب. لا تجوني ولا جيك. أبشر. خلاص أنت حمامة سلام. شوف وأنا حمامة سلام. أنا بالنسبة لي بما أن عندي كروت واجد لن أبتدأ بالحرب، لكن من تعدى حدودي والله فلا يلومني إلا نفسي. التهديد مبطل. رجال بره السجن أضحك وانبسط وأنا أبلش. من جاي دور من بداها يتحمل نارها أو يتحمل لظاها. من بداها يتحمل لظاها. حن ما أهب كروت إلا نستخدمها. حن بنستخدمها. حلو. لكن كرت هذا شو لا يحوشك. لا يحوش. ما منه فايدة. تسجن شخص مدة المسابقة حلو، بس إنك تحرمه الريالتي كامل يوم. شفت؟ هذه ما تصلح. عشان كذا لا تبدون، لأني بحرمكم يوم كامل. عادي بقى. ودوني السجن الدنيا. لا تبدون فيها عشان ما نبدأ فيها. خلاص. راح السجن وارقد. وإذا السجن قاعد يصيح يا شباب الفزعة تكفون نخيتكم. شوف أنا بعلمك، لو انسجنت عندي تكتيك. إيه. ما بعلمكم إياه. بس سجنتوني عندي تكتيك إنه أسطوري في السجن. فعادي يعني أنا أي شيء أنا حاط له خطة. تعرف إيش التكتيك؟ بيضبط الطراح المخدة يربط في السجن. لا لا ما برد. لا بيسوي فقرته في السجن. أحسن. تسجني بسوي فقرته أنا المستفيد. أبيك الله يقويك، محتاجين محتوى داخل السجن. أيوه. المسجن الأسبوع الحين طافي. تدري ليش طافي؟ أبو طلق سجني عشان يقول ما في أحد في السجن. هلا تعال. أنا أعلمك ليش طافي السجن. السجن كانوا يسوون فيه حركات وفعاليات وخوثات فهمت؟ أيوه. بعدين جيت دخلت فقرتي في السجن. أيوه. حسيت من كلام أبو طلق يوم سجنت في المطبخ إنه تحسس. قال لي كيف تاخذ السجن بدون إذن المقدم؟ قلت ما علي يمك. أخذت الإذن أنا من الإدارة الإعداد المخرج الضوء الإضاءات. كان قلت البوابة. كان قلت له. أخذت المراجعة الأساسية. كان قلت البوابة السجن فاغرة مفتوحة. أنا أعلم. أنا خش ونطلع إيش؟ قال لي ما أدري وش هو. كان قفلتها. كان قلت سجنكم تعبة. مرة أنت ظهر مرة أبرزيق ما أدري إن الطارف يجي يسجل. في يوم سويت الفقرة في السجن وصارت حلوة. غيرت إضاءاته وضبطته. قال يا ولد الله أنا أركض بيدين ورجلين داخل ذا السجن ما قدرنا نسوي شيء. فإنهم يهجرون السجن. خلاها استراحة. ما عدوا سجن صار استراحة إضاءاته. صار السجن ودناديش ملكي. أنت يعني تعزو جمالية السجن أو إحياء السجن لك؟ نعم. لا إحياء السجن ما كان إلا بعد ما أتيت. كان كله تقاطع. أنا الصراحة أثني عليك وعلى تقديمك وعلى فقرتك وعلى إبداعك وعلى كونك يعني إنسان مؤثر وشخصية ما شاء الله مهمة. وأنت شخصية يعني ما قلت لك في هذه الحياة. وأنت عمر حضورة مبدع عمر تركض وتجري ولا يجرى معك. الله يقبلك. فوفقنا الله وإياك. بما أن كلنا نحبك يعني أنا وأنا اشتركنا في حبك. إيش الأشياء اللي بتقدمونها؟ لا حطيت المدح أبشر الله بالسعد. كل إيش خطة فريقكم؟ كل شخص في هذا الحياة يحب المدح. اللي يقول ما أحب المدح أعطينا من استراتيجيات فريقكم. استراتيجيات حقت فريقكم إيش بتسوون؟ والله أنا على بركة الله كذا دقها والحقها. ترى ما يمشي الشيء إلا اللي ما مخطط له. بعدين أنت وش همك من استراتيجية فريقكم؟ هل تشكك في قوة فريق؟ دائما حتى في الكورة تحاول تعرف خطة فريق الخصم. الناس لا والله إني من الناس حتى يوم كنت ألعب كورة ومعي الكابتنية وكنا نعد الفرق كنت يعني أقيس ذا على قدرات اللي معي.
قدرات الفريق، قوة فريقنا وش قوتنا، نزعتنا هجومية، نزعت الفريق دفاعية، الوسط عندنا كويس، أحاول أسد الثغرات، أخذ بالاعتبار الفريق الثاني، بس مو لازم تدرس يعني أروح أدور خطته وأطبقها يعني. لازم تدرس خصمك بالعكس. أدرس خصمي بس ما أقول له هذا خطتك. تعرف إن الفرق العالمية إنه لما يجي يتدربون يرسلون واحد كذا يتفرج معهم في التدريب عشان. أنا أعلمك شيء إذا ما فكرت فيه فأنت ما أدري إيش عقلك. يلا تفضل. يعني لو جينا نتكلم عن ثقافة، طلعنا أمس ثلاثة في الثقافة. صار واضحين حقين الثقافة. أيه. تتكلم عن التمثيل موجود في فهري وفي وفيه أنا وفيه سريعي وفيصل. تتكلم عن الحركة في أنا ويوسف المزروعي محمد السريعي. شفت كيف أنتم مواهبكم محدودة؟ لا. جيت تكلم عن فريقنا مثلاً. تعال تعال فيصل الشعر. اسمع الشعر والصوت عندنا دلبج وعندنا دعيرم. اسمع. تتكلم عن الخطابة والحذاء عندنا محمد مساعد. أبى أقول لك شيء. أنا أقول لك حاجة، إحنا فريقنا متكامل، مثل عندك أنس، أنس تحطه في الثقافة مبدع، تحطه في المسرح مبدع، في الحركة مبدع، وكذلك فيصل، وكذلك عمر، وكذلك الجدران. لا لا والله أنا مسابقة حلوة بس ما والله إن رجال يعني حالياً حتى يوم كانوا مع زملائنا اللي قبل متكاملين، ومثل الأشياء الجماعية هذه ترى تبرز كثير من المواهب. يعني أنا مثلاً كنت سابقا قد مثلت ترى في مسارح وقد مثل، بس صعب اني اجي واطرح نفسي كممثل او كاني اشارك في، اذا جت ادوار بسيطه طبقناها مثل إيه؟ تطبيق ابو ظاهري وما ابو ظاهري اشياء زي كذا تمر في قصدك في الافضل يعني، بس مثل تمثيل. هذه الاشياء تخليك انت محدود، فريق لازم تخدم الجماعه اللي إيه والفريق اللي انت معه، فخلاص تحاول انك تبدع وتبذل جهدك، في يطلعون ناس ما كنت متوقعهم في التمثيل، يطلعون ناس ما كنت متوقعهم في الحركه، يطلعون الناس ما كنت متوقعهم مثلا في أنس الافكار يبين حتى اللي عنده فكر أنس على ما قلت لك بس مشاريع. ما تلاحظ ايش مان عمر جاء وجلس معانا وهو من فريق الخصم؟ والله جيت شفت كنت طالعون فيه وجيت كنت ماشي كذا فجاه لفت جلست معانا. بالعكس مرسول جاسوس؟ لا 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 جاسوس انا اتفق مع كلام أنس. نعم. اللي قبل شوي عمر وانا اتكلم من بدايه البرنامج انت تدخل عندك موهبه. ايوه يعني انا دخلت قلت انا مقدم. يا سلام حلو، لكني ما حصرت نفسي على التقديم. يعني لو نعم. تحسب كم حن فيهم كم 63 خلينا نقول 60 يوم ترى ما سويت الا في 60 يوم سويت 4 حلقات بس، 3 خلف الستار وثنتين خلف القضبان. طب انا ما سويت ولا شيء لكني قاعد اشتغلت اروح قالوا مثل قلت يلا. طب اسمع اقول لك شيء معناتي مشينا معنا مو بشيء ملاحظ هذا بس بعطيكم امثله. انا دخلت على اني شاعر، كانوا الشباب يقولون شاعر 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 كل شيء جربت، بتقول لي مستحيل كيف كل شيء يعني في اشياء ما جربت. ابى اقول لك التقديم يوم فقره طبيب القلوب بس اني اسويها على مره مرتين هالشيء لا اكثر اسمج، انا احب كذا اعطيك واحده ثنتين وخلاص. طبيب القلوب التمثيل مثلت يوم ابو ظاهري يوم امثل مع شعبول شخصيه علبش. انا عجبتني شخصية والله شخصيه علبش حقت النمنيه. ثم طول الله عمرك الرياليتي شاركت فيه، دخلت فيه جرب انت هنا اجي ان بغيت مسرح ان بغيت تقديم ان بغيت قول قصايد تشارك فيه. انا عندي تقديم لا والله اعطاني صوت شارك ممتاز جدا. شفت ما قدمت تروح 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 وترجع والله والله ما ينجح في هذا البرنامج الا اللي قلبه مثل الابيض مثل القشطه. لا هذا ترى موضوع أيوة. بس يا سلام تلقى هذا يحبك ويعطيك. يا سلام صح تلقى الشاعر يحبك ويعطيك، تلقى المقدم يحبك ويعطيك، تلقى حق التمثيل يحبك ويعطيك. كل انت مع الجميع تتوالى. بس في حاجة مهمة القلب سبحان الله ما وقر في قلب ابن آدم ترى يبين في تصرفاته وكذلك يبين أثر حتى في الناس اللي نيته سليمة وقلبه طيب يدلها الله سبحانه الله ويرزقه من حيث لا يحتسب. صح. وصاحب النية شئنا والله لو يحوش حوش الوحوش غير رزقه ما يحوش. أنا شيء صح تقولوا لي خماسي أنا ها؟ خماسي ايش؟ تقولوا أنا خماسي خماسي انت الخماسي ما قلت خماسي قلت تصدق تؤمن بالله قلت جاسوس ما قلت خماسي. يا تؤمنون بالخماسي اللي يقولون ايش هو ما فهمت ايش يعني الخماسي؟ الخمسه الاشخاص اللي يقولون ابو مساو هل تؤمن فيه؟ ايش قال مساو؟ والله ما سمعت ايش قال؟ قال فيه خماسي في القريه. ايوه عمر وخماش وخالد الشمراني وفهري فيصل المطيري. ايوه هل تؤمنون فيها؟ ايش يسوون الخماسي؟ اقول لك شيء والله اني ما اشغلت بالي في التفكير في هذا الموضوع. أيه. والله ماني حقك الله يوفقكم.
بقول انا قلتها من زمان قلتها هذول اثنين شطار ابطال. لا التفكير في مثل هالمواضيع ما يخدم كنت على الصعيد الشخصي ولا بس اهم شيء الخماسي اللي قال عليه على الصعيد الاجتماعي خلوهم في حالهم لا يطاردون النجوم الثانيين ولا يحطونهم في راسهم حيتعبوا. ايش رايك بالتصريح هذا؟ ايش رايك؟ دقه والله ما ادري اذا انه على التصريحات القويه انا بقول لك اذا وجد ما شغل انا اذا وجد لا عمر حبيبي عمر اذا وجد هذا فالله يوفقهم بالعكس قد يقدمون اشياء ما يستطيع يقدمها الفرد او الاشخاص الثاني لكن لا يعني وجود هذا انه الغاء للباقي. نعم هذا اللي لازم يفهم. اعلمك اعطيك مثال حلو سريع بسيط خفيف. انس مساعد هو وسالم الشمري كانوا يصنعون نجوم ما هو بانهم يوم يسوون مع بعض تركترات وكذا ان الباقين ولا شيء صح بس اني انا اقدر اخذ واعطي معه. يا سلام هذا يعطيني باصيني صار يفهمني صح يعرف متى يتكلم يعرف متى يسكت يعرف متى يعطيني مجال. لا ومن دخل معنا ترى ما نرده ولا نزعل ولا ما ودنا. بس ذاك اليوم مسيتوا على البش كلنا دخلنا معكم ونزلنا من فوق بس تعرف حاجه المبدع يشارك الجميع ويقدر يبدع عند هذا وعند هذا خلاص كذا بلا حد ترى يعني انا من يوم دخلت البرنامج ما عمري جلست مع واحد وخلاص صرت هو خلاص يمكن قال تحيز ترى اللي يفهم من تحيز انها مجموعه منغلقه. يطقطق ابو مسا هذا الكلام ترى هل مجموعتكم منغلقه؟ لا يعني ما قد جربت ولا راح اجي اقول لاحد ما تقدر تحكم دخلني معك الا احكم احكم انا عادي انا تشوفني مع انس تشوفني هل هي متقبل لا كادوار ك ك كاشياء اعتباريه خل مني الجلسه اللي تطلع وتجلس مع واحد تسولف وياه وجلش كاشياء اعتباريه يعني انت بتسوي لك مشروع شوف عبد العزيز مثلا عايش الحاله عايش جوه ومبدع لا لا عزوز مبدع نجم نجم يمشي الله في عزوز لابس ثوب ابيض ممكن اليوم يقدم فقره اثنين يقدم فقره انا اجيك برا الصندوق خارج الصندوق بس سوينا سوى لزمه حلو اول شيء هاشتاج وش هاشتاج امس بعد صلاه الفجر كنا تاكين استغربت انا شفت الرجال فيه يبغى يطقطق ايه طقطق ودخل خماش ويوسف في الجو قلت لهم اسكتوا خلوا يسوي نفسه انه مع الجوال وكانه مغرد في الهاشتاج ايوه جاء يوسف المزروعي جلس على الطاقه حقت بيت الحكمه دي قلت انا قلت له يا اخي اجلس داخل فكنا من حركات التصاميم جاء عزوز كتب قال الله جلسة يوسف تستاهل تصميم تنين تنين اسمه يغرب شوية ونجي خماش حلو قال هاشتاج زيد رصدك 62 الجوكر جالس معهم بدأت تحلو الجلسة تنين يغرب ينتفل يا سلام ومسكي معه أمس كله وهو يطقطق حلوة لي عزوز انصدمت من أمس أول مرة شوية يطقطق بسألك سؤال. راح جاب السؤال من المطعم. لا والله بس. لو قال لك عمر تبغى تغير فريقك؟ الصملة. الصملة مثلاً لو قال لك تبغى تغير أو تبغى تأخذ واحد من فريقنا تسوي تبديلات. والله سؤال حلو يعني. لا والله ما أبغى أغير فريق. لا تخاف جاوب عادي. والله فريقي حلو مرة. طب قالوا